نشرة سابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. الفلسطينيون يواصلون تصديهم للاحتلال في القدس والضفة والقطاع، وسرايا القدس تعلن استشهاد 2 من عناصرها شمال غزة. سلطات الاحتلال تنقل مروان البرغوثي إلى العزل الانفرادي بعد دعوته إلى المقاومة والتمسك بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين. معارضة السورية تتراجع عن شروطها المسبقة بشأن محادثات جنيف وتبدي استعدادها لحوار مباشر مع وفد الحكومة. روسيا تعلق عمل سفارتها في صنعاء وطاقم دبلوماسيها يغادر اليمن. لأجل السلام فرقة موسيقية روسية في دار الأوبرا بدمشق للمرة الأولى منذ أعوام. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد عنصرين منها، وقالت السرايا في بيان لها إنهما استشهدا خلال مهمة جهادية شمال قطاع غزة، مؤكدة الإعداد لمواجهة الاحتلال والتمسك بالمقاومة. أصيب عدد من الشبان إثر إطلاق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز والرصاص الحي على المتظاهرين قبالة المواقع العسكرية المحاذية للقطاع، ويواصل الشبان الفلسطينيون تمركزهم في نقاط التصدي لقوات الاحتلال في احتجاجاتهم المتصاعدة ضد قرار ترامب بشأن القدس. وشهدت مدينة القدس ومدن الضفة الغربية تظاهرات طلابية وشعبية تنديدا بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. المتظاهرون رددوا هتافات تدعو إلى التمسك بالأرض والمقدسات واستمرار النضال لعودة الحقوق. كما تصدى الفلسطينيون في مخيم العروب شمال الخليل وتقوع جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية للاحتلال. القوات الإسرائيلية شنت حملة دهم واعتقالات طالت عشرات الشبان. في سياق متصل أفاد مراسل الميادين بنقل سلطات الاحتلال الأسير القائد مروان البرغوثي إلى زنزانة العزل الانفرادي. الحملة الشعبية للإفراج عن البرغوثي قالت إن قرار عزله جاء لمنعه من التواصل مع أبناء شعبه في الوطن والشتات، ويأتي بعد تأكيد البرغوثي استحالة العيش مع الاحتلال والاستيطان، وبعد دعوته إلى المقاومة والتمسك بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين. في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال. فإننا من هنا من فلسطين ندعو منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها التاريخية وتنفيذ قراراتها والتزاماتها القانونية والأخلاقية وإجبار إسرائيل ومن يقف خلف إسرائيل على إنهاء الاحتلال والاستيطان ووقف انتهاكات القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا. معي مباشرة من قطاع غزة مراسل الميادين أحمد شلدان. أحمد، محصلة هذا اليوم من الحراك الجماهيري في قطاع غزة، وأيضا ماذا يتعلق بردود الفعل حول استشهاد عنصرين من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي هذا اليوم؟ نعم، محصلة هذا اليوم على صعيد الإصابات، وزارة الصحة أعلن أن عدد الإصابات لهذا اليوم بلغت 19 إصابة، بينها إصابة واحدة خطيرة بالرأس في منطقة موقع ناحل عوز، قبالة موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة. الإصابات توزعت ما بين جنوب ووسط القطاع ومدينة غزة وكذلك شمال القطاع. هذا على صعيد المواجهات الفلسطينية التي استمرت والتي لاحظنا اليوم استخدام مكثف للغاز المسيل للدموع وكذلك للرصاص
بنهاية هذه المواجهات التي طبعا انتهت مع حلول الليل، أي أنه مع أذان المغرب تقريبا كانت هذه المواجهات في جميع أنحاء قطاع غزة قد انتهت. أما على صعيد التحركات الشعبية داخل قطاع غزة فكانت هناك العديد من الفعاليات اليوم، وإن كانت بوتيرة أقل من الفعاليات التي كانت خلال الأيام الماضية. حركة المجاهدين أقامت مهرجانا على شرف مدينة القدس ومنعا ورفضا لتهويتها، كذلك كانت هناك فعالية طلابية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكان هناك مؤتمر ندوة نظمتها حركة الأحرار في مدينة غزة، وذلك لدراسة تدارس تداعيات القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى مدينة القدس واعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. أما فيما يتعلق بموضوع الشهيدين اللذين التقيا وهما يتبعان سرايا القدس وحدة الهندسة، أي أنها الوحدة المتكفلة بموضوع العبوات الناسفة وهذه الأمور، لجنة القوى الوطنية والإسلامية والمصالة التي انعقدت هذا اليوم طبعا نعت الشهداء، كذلك سرايا القدس أصدرت بيانا نعت في الشهداء وقالت بأن استشهادهم هو على طريق الإعداد على طريق التأخير. كان هناك طبعا في بداية عملية استشهاد أن استشهادهما ناتج عن قصف إسرائيل، هذا الأمر أدى إلى حدوث بلبلة في الشارع عملية اغتيال. نعم أحمد، نعم أحمد شردان الصوت بدأ يتقطع، عذرا على مقاطعتك، أشكرك جزيل الشكر أحمد شردان مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة من بيت لحم، ينضم إلينا عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأستاذ محمد اللحام. أستاذ محمد، حتى هذه اللحظة بالنسبة لكم كحركة فتح، حركة الجماهير الفلسطينية، أين يعني كيف يمكن تقييم مستواها حتى هذه اللحظة، وأين تتجه بتقديرك؟ نعم، بالتأكيد بأنه مطلوب من حركة فتح ويعول على حركة فتح وجماهير وكادر وعناصر وقيادات حركة فتح الكثير لدى الشارع الفلسطيني، وكما كانت وإن شاء الله ستبقى هذه الحركة، يعني هي ليست فقط قيادة بل وقود للشارع الفلسطيني ولحركة النضال الفلسطيني كما كانت عبر تاريخ هذه الثورة وتاريخ هذا الصراع مع الاحتلال. اليوم كان هنالك اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، اجتماع عاجل بمن حضر، وكان هنالك جملة من القرارات التي كان أبرزها التأكيد على خطوات الرئيس ودعم السيد الرئيس محمود عباس بكافة الخطوات التي تليق بالرد على الخطوة الخطيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب، وبالتالي الذهاب أكثر نحو حالة من استرداد حقوقنا وفتح كافة الخيارات المتاحة أمامنا، وبالتالي الدعوة دعوة الجماهير الفلسطينية أيضا للتواجد للتعبير عن كل حالة الاحتقان والغضب في وجه هذا الاحتلال وفي وجه الإدارة الأمريكية. ما زلنا في حركة فتح نعول على الشارع، إن كان الشارع الفلسطيني وأيضا الشارع العربي، الشارع العربي الرائع، الشارع العربي الذي شكل ويشكل الدفيئة الحقيقية للشعب الفلسطيني، وبالتالي نأمل أن تذهب القيادات السياسية حتى في العالم العربي لمستوى الشارع العربي ولطموح هذا الشارع لحماية مدينة القدس ولإسناد الحالة الفلسطينية. نحن ندرك تماما حالة الوهن، حالة الضعف التي يعيشها العالم العربي تحديدا في ظل واقع التجزئة، في ظل واقع التناقضات، في ظل واقع رفع وتيرة الخلافات لم تكن صدفة. نحن ندرك تماما بأن القضية اللعب على الوتر الطائفي ووتر القوميات وكل هذا لم ولن يخدم سوى الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. طب بالنسبة لحركة فتح أستاذ محمد لحام، بالنسبة لحركة فتح، أنتم مع وستعملون على إطلاق أو الانخراط في أي انتفاضة أو في الدعوات لانتفاضة ثالثة، بمعنى أنتم تؤيدون هذه الدعوات ستنخرطون بها ولديكم البرنامج الذي يمكن أن يعني يوضع في خدمة هذا الحراك الجماهيري أو في حراك أي انتفاضة جديدة؟
نعم صحيح، هذا ترجم من اليوم الأول لهذا الحراك بوجود قيادات حركة فتح على مستوى اللجنة المركزية وعلى مستوى المجلس الثوري وعلى مستوى أمناء سر الأقاليم والمناطق واللجان التنظيمية في هذا الحراك. يعني حتى لو بالبعد المعنوي هذا التواجد كان ضروري ومهم أن تقود حركة فتح هذه الأحداث، ونتأمل الانخراط أكثر في هذا الجانب. وأن أيضا يعني ليس معيب أن نقول أننا نعول على المقاومة الشعبية، يجب أن نفكر جيدا ماذا يخدم هذه المرحلة وما هي الأدوات والأسلحة والآليات التي تخدم القضية، تخدم الشارع الفلسطيني، بمعنى عدم استثمار، عدم فتح المجال للاستثمار من الاحتلال لهذه المرحلة. يجب أن نتفق جميعا كحالة وطنية وليس في حركة فتح فحسب على أشكال وأدوات النضال في هذه المرحلة. حتى اللحظة التوجه للجميع أن نذهب في حراك شعبي، حراك جماهيري، أن نعزز من المقاومة الشعبية في وجه هذا الاحتلال. نمتلك الشعب الفلسطيني تاريخيا يمتلك إرادة، نعم نمتلك إرادة، نحن قلنا ونعيد، نحن رأس الحربة، نعم نحن المؤتمنين على القدس، نعم ويشرفنا ذلك، وحتى لو تركنا وحدنا سنبقى نحمل هذه الأمانة. سنبقى. طيب هناك أستاذ محمد اللحام، يوم أمس كان في هناك خطاب للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وكان يتحدث كما قال باسم محور المقاومة، يعني باسم عدد من الدول وباسم عدد من القوى في المنطقة، ويقول نحن جاهزون لدعم ولأن نقف إلى جانب كل حركات المقاومة ومن يريد أن يواجه بكافة الوسائل، يعني بكل الوسائل الممكنة. أنتم تلتقون مع هذه الدعوة في حركة فتح؟ بالتأكيد أي دعوة لتعزيز المقاومة الفلسطينية وهي موجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد ليس معها فحسب، بل نتلقفها أيضا. والخيارات بشكل واضح، الخيارات يعني مفتوحة تماما. اليوم غير صحيح مثلا أن الرئيس عباس هو ظهره للحائط، لا، هنالك قوة جماهيرية، أنا متأكد أن كل القوى الفلسطينية والعربية تصطف خلف الرئيس محمود عباس في موقفه المتمترس باتجاه الإدارة الأمريكية. الدول عواصم عديدة لا تستطيع أن تقول للسفير الأمريكي لا. اليوم الرئيس محمود عباس يقول لنائب الرئيس الأمريكي لا، لن أستقبلك ولن تستقبل على الأرض الفلسطينية، ويرفض دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذا موقف يجب أن نبني عليه، قد نختلف قد نتفق، ولكن في التناقض الرئيسي مع الاحتلال ومع الإدارة الأمريكية يجب أن نتفق، يجب أن نوحد البوصلة باتجاه هذا الاحتلال. صدقني كوبا لا تمتلك ما يمتلك العرب، كوريا لا تمتلك ما يمتلك العرب، ومع ذلك قالوا لا. شعوب عديدة وحكومات عديدة قالت للولايات المتحدة الأمريكية لا، ومرمغت أنف الولايات المتحدة الأمريكية في التراب وهي لا تمتلك ما نمتلك. نمتلك مقومات الصمود، نمتلك مقومات أن نجابه الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن نحول حالة الصراع مع الجار والجيران في الوطن العربي إلى حالة من الشراكة. هذا هو الرد على الأمريكان، هذا هو الرد على محاولة الفتنة على محيط الجغرافيا والطائفة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معنا مباشرة من بيت لحم. وتنديدا بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، شاركت نساء من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مسيرة في غزة. مشاركات اللواتي قدر عددهن بالمئات، حملنا السلاح وأحرقنا علمي الولايات المتحدة وإسرائيل وأعلننا انضمامهن إلى كل الفعاليات في القطاع حتى إسقاط القرار الأمريكي. نقول لهم أن هذا القرار سيدفن في مزبلة التاريخ بإذن الله، وأن هذا القرار لن يخزلنا أبدا ولن يفل من عزيمتنا، بالعكس بل زاد من إصرارنا وزاد من اتحاد شعبنا. فقد اتحد جميع الحركات في هذه الأجواء وفي صدد هذا القرار، اتحدوا يدا واحدة في سبيل رفض القرار هذا. الدول العربية والدول الإسلامية قادرة على استخدام أوراق الضغط الموجودة بأيديها في مواجهة الظلم الذي نتعرض له جميعا، وما حصل للقدس لا يمثل طعنة للفلسطينيين فقط أو لا يمثل تعديا على الفلسطينيين، هو اعتداء على العرب والمسلمين جميعا.
قال رئيس تيار الكرامة الوزير اللبناني السابق فيصل كرامي أنه كما تم تحرير لبنان بقوة سيتم استرداد فلسطين وبالقوة. لا نريد سلاما ولا نريد مفاوضات ولا نثق بكل ما يدور من نفاق وفجور، وكما حررنا أرضنا في لبنان بقوتنا فإننا على الجبهات مع الفلسطينيين لتحرير واسترداد القدس بالقوة. أيها الأحبة، أيها الرفاق، أيها المناضلون، أنا لا أقلل من خطورة هذا القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ولكن أقول إن كلام السيد ترامب مهما على شأن ترامب هو في النهاية كلام وليس قضاء وقدرا. رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود قال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد توجيه ضربة للمسلمين وللفلسطينيين. الشيخ حمود لفت إلى أن كلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله يؤكد بداية الدخول في مرحلة جديدة. أراد ترامب، أراد جزء من السياسيين الأمريكيين أن يوجهوا ضربة للمسلمين وللعرب ولأحرار المسلمين والمسيحيين، فعادت الضربة إليهم قوية بإذن الله تعالى. سماحة السيد بالأمس رسم خريطة طريق تتضمن وحدة الموقف ووضوح الرؤية وثبات القدم والاستفادة من التجارب السابقة، كل ذلك يؤكد لنا أننا بدأنا في مرحلة جديدة. وفي عكار شمال لبنان نظمت وقفات تضامنية مع القدس وتنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المشاركون شددوا على ضرورة الوقوف إلى جانب حركات المقاومة في مواجهة الاحتلال، ودعوا الأنظمة العربية إلى مساندة انتفاضة الشعب الفلسطيني وتقدم شتى أشكال الدعم المادي والمعنوي له. إلى ذلك، تعقد غدا في مدينة اسطنبول قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بدعوة من تركيا لبحث قرار الرئيس الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. ولدى توجهه إلى اسطنبول قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن رسالته للقمة ستكون أن فلسطين تتصدر أولويات العالم الإسلامي بعدما حولتها دول كبرى إلى قضية ثانوية لتسليط الإرهاب على المنطقة. المسيرات التضامنية مع القدس وصلت إلى العاصمة التشيلية سانتياغو، حيث نظمت مسيرات احتجاجية دعت إليها الجالية الفلسطينية أمام السفارة الأمريكية بمشاركة أعضاء من مجلس الشيوخ ونواب من أصل فلسطيني. قد حمل المتظاهرون لافتات تندد بما سموها الإبادة الجماعية وبمواقف ترامب من القدس. المواقف التي أطلقها السيد حسن نصر الله في التظاهرة الداعمة للقدس المحتلة في ضاحية بيروت الجنوبية كانت محط اهتمام إسرائيلي نظرا إلى أهمية الرسائل التي تضمنتها وإلى انعكاساتها المتوقعة على الأرض. للقدس رايحين شهداء بالملايين. الرسائل التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في التظاهرة الحاشدة في الضاحية الجنوبية لبيروت نصرة للقدس ورفضا للقرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل سمعت أصداؤها جيدا في إسرائيل. محللون قرأوا في كلام الأمين العام لحزب الله لغة الواثق بالنصر، ولا سيما بعد الإنجازات التي حققها محور المقاومة في سوريا، ورأوا أن السيد نصر الله أكد مجددا أن فلسطين لا تزال على رأس سلم أولويات حزب الله. محور المقاومة الذي يضم حزب الله وإيران وسوريا هو المتقدم في ظل المظلة الروسية، ولنسمع نصر الله الذي تحدث في الوقت الذي كان فيه بوتين في سوريا. هو قال إن الوضع في سوريا انتهى ويجب أن توجه الطاقات نحو انتفاضة ثالثة. نصر الله ألقى خطابا في التظاهرة الكبيرة التي نظمها رجاله في الضاحية الجنوبية لبيروت وقال
نحن حزب الله وإيران وسائر الشركاء فيما يسمى محور المقاومة أنهينا تقريبا الحرب ضد داعش في سوريا والعراق، والآن جميعنا يركز على إسرائيل. المواقف التي أطلقها السيد نصر الله في التظاهرة كانت محط اهتمام إسرائيلي، ولا سيما الخطوط العريضة التي رسمها لعزل إسرائيل ورسم استراتيجية موحدة لمواجهتها. نصر الله عرض كيفية عزل إسرائيل وما يمكن رؤيته من الردود في العالم والعزل التام للولايات المتحدة، ودعا كل الفصائل الفلسطينية بما فيها السلطة الفلسطينية إلى التوحد وصياغة استراتيجية جديدة. بموازاة ذلك، كان لموقف قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بشأن القدس حصة من الاهتمام الإسرائيلي أيضا. قاسم سليماني شو بيتم غوص؟ في الساعات الأخيرة حصلت محادثة لقاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، حيث اتصل بقادة حماس والجهاد الإسلامي لحثهم على المواجهة. الاهتمام الإسرائيلي بكلام السيد نصر الله تزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاعدة حميميم العسكرية في سوريا ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد هناك، الذي وصفه معلقون إسرائيليون بأنه لقاء المنتصرين. أشارت المعارضة السورية لأن الأسبوع المتبقي من جولة جنيف الحالية هي فرصة جدية لبدء المفاوضات المباشرة مع وفد الحكومة السورية، وأضافت أن موقفها من الحوار مع وفد الحكومة السورية ينطلق من مبدأي إنهاء الكارثة الإنسانية وتأمين البيئة الآمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إضافة للوصول إلى ما سمته تغييرا جذريا ديمقراطيا شاملا وعميقا. وشددت المعارضة في بيانها على أنها تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال العمليات التفاوضية التي تقوم على مبدأ التوافق وعدم التزام دمشق بجميع القرارات الدولية من دون شروط مسبقة. معي مباشرة من جنيف مراسل الميادين موسى عاصي. بالنسبة للمواقف اليوم موسى، سواء كان للوفدين أو حتى لديمستور الذي نقل عنه بأنه طالب وفد المعارضة بأن يكون أكثر واقعية، لا أعرف إذا كان هذه التصريحات التي نقلت اليوم دقيقة، يمكن أن نراجعها معك موسى، تفضل. نعم، يعني في الواقع هذا الكلام ليس جديدا منذ الأيام الأخيرة وخلال الأسبوع الماضي عندما كان وفد المعارضة وحيدا هنا في جنيف، كانت المحادثات مع هذا الوفد بين الفريق الأممي والوفد المعارض تتمحور حول هذه المسألة تحديدا، بأن يكون أكثر عقلانية بالتعاطي مع بيان الرياض 2، وهناك نصائح مستمرة من قبل الفريق الأممي بضرورة إعادة النظر بهذا البيان إذا ما كان الوفد يريد الجلوس وجها لوجه مع الوفد الحكومي السوري. في الأمس أو في خلال الساعات الماضية كان الوضع أكثر حماوة إذا صح التعبير داخل المقر الأممي، حيث كان موقف استفاد مستورة بوضوح بأن هناك الوقت بدأ بالنفاد وأن الدعم الدولي لمؤتمر ستشي يكبر عن الماضي، وخصوصا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى المنطقة ولقاءاته في تركيا. هناك الدعم واضح جدا لمؤتمر ستشي، وأنه في حال لم تتم المفاوضات المباشرة هنا في جنيف بين الطرفين فإن الذهاب إلى ستشي لن يكون بصالح المعارضة، ستكون المعارضة هناك أقلية بين مئات الأشخاص الذين سيدعون إلى هذا المؤتمر. على هذا الأساس نرى المعارضة تتراجع في مواقفها السياسية. منذ الأمس تصريح الناطق باسم المعارضة يحيى العريضي سحب البند المتعلق بشرط تنحي رئيس سوري بشار الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية. اليوم
في البيان الذي أدعته قبل قليل تخلى أيضا أو سحب أيضا من التداول مسألة بيان جنيف واحد الذي لطالما استند إليها الوفد المعارض بمطالبته بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات. وهناك أيضا معلومات وصلتنا بعد ظهر اليوم بأن هناك مساعي كبيرة لإحداث خطوة جديدة على مستوى المعارضة من أجل إقناع الوفد الحكومي بالتخلي تماما بتخلي المعارضة تماما عن الشروط المسبقة من أجل حصول هذا اللقاء. حتى الآن هذا الموقف الذي المعلن، ولكن المعارضة لها تفسير لهذه المواقف الجديدة سنسمعه بعد قليل بتصريح للناطق باسم المعارضة يحيى العريضي في لقاء مع الميادين. وفي هذا التصريح يقول العريضي بأن أو يفرق العريضي بين الأهداف الاستراتيجية التي لا تتخلى عنها المعارضة وهي المطالب التي جاءت ببيان جنيف 2 ومستلزمات الحوار هنا في جنيف والذي يجب أن يكون أكثر واقعية. نستمع إلى تصريح العريضي. الانخراط في العملية التفاوضية ووجها لوجه لا يعني على الإطلاق أن تتنازل عن الثوابت أو الحقوق الأساسية. لست مخولا كمعارضة أن تتنازل عن حقوق هؤلاء الناس، قد يكون لم يذكر بالاسم لكن واضحة تضمينيا هذه الأمور. تقول لك الوثائق بأن هناك يجب أن يكون هناك اسم. لا، أنت تتحدث عن عملية انتقال سياسي وإيجاد جسد سياسي في فترة معينة للإشراف على نقل البلد من حال إلى حال. هذا الأمر حقيقة برسم كل السوريين وبرسم الجهات المسؤولة عنه. طيب موسى، استمعنا لهذا التصريح، ولكن ماذا في الوقت المتبقي في هذه الجولة؟ وأيضا إذا كان هناك أي اتفاقات على مواعيد مقبلة يعني لمسار جنيف؟ لا، في الواقع كمال يعني نحن أمام اختتام جولة جنيف 8 بعد يومين فقط تنتهي هذه الجولة، وهي الجولة الأخيرة التي ستعقد خلال هذا العام الجاري. وبحسب التوقيت الذي سيحدد لاحقا لمؤتمر سوتشي قد لا تكون هذه الجولة أو قد لا يكون هناك جولات إضافية من مسار جنيف قبل انعقاد مؤتمر سوتشي. وبعد انعقاد مؤتمر سوتشي كما تعلم هناك حديث آخر عن ما يمكن أن يصدر عن هذا المؤتمر، ما يمكن أن يصدر من اتفاقات ووثائق وربما يعني تغيير المسار بشكل نهائي. إذن على هذا الأساس نرى المعارضة هنا وفد المعارضة يقدم التنازلات، التنازل تلو الآخر أو التراجع عن المواقف السياسية السابقة علّه ينجح فقط في مسألة واحدة وهي اللقاء المباشر، الحوار المباشر، أي جلسة مباشرة حتى ولو كانت جلسة للإعلام فقط مع الوفد الحكومي. هذا يمنح الوفد المعارض نوع من يعني الثقة ونوع من الصفة التمثيلية ليذهب بها إلى مؤتمر سوتشي كممثل للمعارضة في سوريا. شكرا جزيلا لك موسى عاصم رأس الميادين، كنت معنا مباشرة من جنيف. ميدانيا تقدم الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في ريف حما الشرقي وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، حيث استعاد الجيش السوري السيطرة على قرى أم طريقة وبليل ورجوم الأحمر، ويتقدم الجيش نحو المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين في محافظة إدلب. معارك عنيفة خاضها الجيش السوري والقوات الرديفة له مع مسلحي هيئة تحرير الشام، معارك استخدم فيها المسلحون المجموعات الانغماسية وكثافة الألغام والصواريخ الحرارية لعرقلة تقدم الجيش ومنعه من اختراق الحدود الإدارية لمحافظة إدلب من الجهة الجنوبية الشرقية. بداية الاختراق الذي أحرزه الجيش السوري ضمن حدود إدلب الإدارية كان عبر السيطرة على قرية وتل خزيم التابعة لناحية التمانعة جنوب إدلب، لتبدأ بعدها سلسلة الانهيارات من خلال التمهيد الجوي والصاروخي عبر استهداف مواقع هيئة تحرير الشام في القرى المحيطة بها. نحن الآن حاليا موجودين في تلة أم خزيم، هذه التلة التي كانت تحت سيطرة المسلحين وتم تحريرها من العناصر المسلحة، وتم السيطرة على عدة محاور من هذه التلة. وبعد السيطرة على تل وقرية تل خزيم تمكنت قوات المشاة من التقدم والسيطرة على قرى الظافرية، تلة بولس، متريكية، شطيب، الزبادي، الهوية، ومتابعة تقدمها باتجاه قرى وبلدات تلة الزهراء وتل خنزير والمشيرفي وأبو دالي وأخرى غيرها.
تم السيطرة على قرية أم خزيم بالكامل، وحاليا أم تركية ساقطة ناريا بهمة جنود الجيش العربي السوري والقوات الرادفة بإذن الله تعالى ساعات، وتكون كمان تحت إيدين الجيش العربي السوري والرجم الأحمر والمشيرفة، والتقدم إلى أبو داليا بقوة الله وقوة رجال الجيش العربي السوري. بالتزامن مع العملية العسكرية للجيش السوري على محور الحمراء أبو دالي، يتابع عملياته أيضا على محور السعن الرهجان للسيطرة على الأخيرة، وذلك في إطار العملية العسكرية الواسعة للتقدم باتجاه مطار أبو الدور الحربي شرق إدلب. وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أعلن أن أنقرة لم تعد ترى خطرا في النظام السوري. جاوش أوغلو قال في تصريح لقناة تي في التركية أن أنقرة سوف تنسق مع موسكو عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا إذا ظهرت لذلك، وأضاف لا حديث الآن عن أن الحكومة السورية تهددنا، كان ذلك في الفترة التي أسقطت فيها طائرتنا، لكن هذا غير وارد حاليا. الآن هناك حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، من هنا قد يأتي الخطر. فاصل نتابع بعده النشرة. مجددا حياكم الله. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا أن موسكو اتخذت قرارا بالتعليق المؤقت لوجود السفارة الروسية في اليمن نظرا للأوضاع في العاصمة صنعاء. زاخروفا أضافت في تصريح صحفي من موسكو أن موظفي السفارة الروسية في اليمن غادروا اليمن بالكامل، وأشارت إلى أن السفير الروسي وقسما من الكادر الدبلوماسي المعتمد في اليمن سيؤدون مهماتهم الدبلوماسية من العاصمة السعودية الرياض. حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 8 ملايين يمني هم على حافة المجاعة. المنظمة الدولية دعت الأطراف المتحاربين إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات برغم تخفيف التحالف بعض الحصار عن البلاد، لأن الوضع ما يزال بائسا. مزيد من الوقائع بالأرقام من اليمن في التقرير التالي لملاك خالد. كل الأرقام حول اليمن صادمة تماما كأوضاع هذا البلد الذي يئن أهله تحت وطأة 3 أعوام من الحرب. فمنذ بدأ التحالف الذي تقوده السعودية قصف مدن وقرى اليمن في أذار مارس من العام 2015 استشهد بالغارات وحدها نحو 10,000 مدني، أما عدد من قضى نتيجة للأمراض التي تسبب بانتشارها الحصار والحرب فمن الصعب حصره. تشير تقارير أممية مثلا إلى أن عدد وفيات وباء الكوليرا تخطى 2200 شخص، فيما لا تزال المجاعة تهدد ملايين اليمنيين برغم إدخال بعض المساعدات الملحة والعاجلة خلال الأسابيع الماضية إلى البلاد المحاصرة برا وبحرا وجوا. حصار بلد كاليمن يعتمد على الواردات البحرية بنسبة 80% من حاجاته الغذائية السنوية، حول عبر سنوات الحرب أكثر من 75% من السكان إلى معتمدين بالكامل على المساعدات الإنسانية. والأمور لا تتوقف عند هذا الحد، إذ خلصت دراسة حول أنماط قصف التحالف لليمن إلى وجود دلائل على أن استراتيجية التحالف هي تدمير الإنتاج الغذائي لليمنيين. أكثر من 250 قارب صيدا دمرت أو تضررت، فيما استهدفت أكثر من 350 غارة مزارع في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى استهداف الأسواق ومخازن الأغذية بنحو 200 غارة. كل هذا يضع 27 مليون يمني تحت عقوبات جماعية يفرضها التحالف. العقاب الجماعي انتهاك حرفي للقوانين الدولية، ولكن في ظل أوضاع إقليمية ومشهد دولي كالذي يعيشه هذا العالم، من لليمن؟ بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الليبي محمد طه السيال الوضع في ليبيا، وعربا عن أملهما بالتوصل إلى تسوية سياسية للوضع هناك. من جهته أكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيالة في موسكو أن روسيا مقتنعة بأن الليبيين يستطيعون استعادة وحدة بلادهم بأنفسهم برعاية الأمم المتحدة، فيما دعا السيالة حكومتي طبرق وطرابلس إلى تعديل اتفاق الصخيرات لتسوية الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية.
نحن مقتنعون بأن الليبيين قادرون على حل مشكلتهم الرئيسية واستعادة وحدة البلاد باستخدام خطة تقدمها الأمم المتحدة كجزء من المفاوضات الشاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مصالح القوى السياسية وجميع القبائل وجميع المجموعات الإقليمية وضمان التنمية المستقبلية لليبيا. تناولنا الاجتماعات التي تمت والتي لا زالت مستمرة بين وفدي مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس بشأن إمكانيات تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، ونتمنى أن تفضي هذه المفاوضات في القريب العاجل إلى الوصول إلى صيغة تعديلية تمر في جلسة شرعية لمجلس النواب بحيث تعتمد وتمهد الطريق إلى انفراج في تطبيق الاتفاق السياسي. تتزايد المخاوف من اتجاه مسلحي تنظيم داعش إلى أفريقيا بعد هزيمته في العراق وسوريا. الجزائر حذرت من عودة المسلحين إلى أفريقيا، ولا سيما بعد كشف وكالات أجنبية عن وصول مسلحين جزائريين وفرنسيين إلى أفريقيا من سوريا والعراق. هذا تقرير لهبة محمود. القارة السمراء في مواجهة الخطر الأسود، إذ تكثر في الآونة الأخيرة التحذيرات والتنبيهات من خطر عناصر داعش التنظيم في العراق وسوريا إلى زوال، ولكن عناصره إلى أين؟ يكاد هذا السؤال يقض مضاجع دول أفريقيا وشمالها تحديدا. أعلى الأصوات خرج من الجزائر الدولة المضيفة لاجتماع منتدى متخصص في مكافحة التهديدات الإرهابية. عبر وزير الخارجية الجزائري عن مخاوف المجتمعين، إذ أعلن عبد القادر مساهل أن تنظيم داعش حث عناصره على الهجرة نحو ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء على نحو أضحى يمثل خطرا على المنطقة. مساهل أضاف جملة من المعلومات مشيرا إلى أن تراجع الإرهاب عسكريا في العراق وسوريا جعله يأخذ منحا آخر، وهذه المرة نحو أفريقيا، إذ تترقب عودة المقاتلين الأجانب الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى الأراضي الأفريقية، حيث البيئة الخصبة للانتشار والتوسع والنمو. ترصد القوات الأمنية وتسجل تحركات مقاتلين أجانب في هذا المجال، إذ تعيد هذه الجماعات تنظيم نفسها وتجميع مواردها، وهي تستعد لتجنيد هؤلاء الوافدين الجدد الذين يتمتعون بتدريب أيديولوجي وعسكري، فضلا عن القدرة العالية على استغلال شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية. مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي دعا للتعاون الاستخباري بين الدول، فهناك نحو 6000 أفريقي قاتلوا في صفوف داعش يمكن أن يعودوا إلى القارة السمراء، داعيا الدول الأفريقية إلى الاستعداد بقوة للتعامل مع عودتهم. أطلق مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في تونس مشروعا بعنوان اليد في اليد لمكافحة التطرف، ويهدف هذا المشروع إلى تفكيك مرتكزات الخطاب الديني المتشدد وتعزيز دور الفاعلين الدينيين في التصدي لظاهرة التطرف من خلال حملات التوعية والتواصل المباشر مع المواطنين. هذا تقرير لسميح البغانمي. مشروع اليد في اليد لمكافحة التطرف والإرهاب هو اسم البرنامج الذي أطلقه مركز دراسات الإسلام والديمقراطية بهدف توجيه مئات الأئمة وتعزيز دورهم في التصدي لظاهرة التطرف، وذلك من خلال التواصل مع المواطنين ونشر الفكر الإسلامي المتسامح. يلزم الإمام يفهم قضايا الشباب، يلزم يفهم كيفاش يتخاطب الشباب، لأنه نلاحظوا أن الشباب عايش بعيد عن لغة الخطاب الديني ولغة الخطاب المسجدي. توعية ميدانية في جميع معاهد الجمهورية، وحتى نشينا حتى أكثر للشباب اللي ما يمش المساجد، مشينا لهم للأماكن اللي يرتدوها كدور الشباب، المقاهي وغير ذلك حتى في الشارع. دعوات إلى تجديد الخطاب الديني والتواصل مع الفئات الشبابية، وخاصة التي تستهدفها الجماعات الإرهابية، إضافة إلى العمل على تعزيز دور الأئمة في صياغة خطابات بديلة، هي أبرز الخطوات التي يجب اتباعها بحسب أهل الاختصاص من أجل مواجهة خطر الإرهاب. فضاءات أخرى منسية اليوم لابد أن يكون للإمام فيها دور عميق،
ولن يكون ذلك إلا بأن يكون هو الإمام في حد ذاته خضع الجمل الدورات في التكوين في هذه المسألة اللي هي عندها بعد أصولي فقهي وعندها بعد اجتماعي فكري. هذه المعالجات الكل لابد يكون الإمام مستوعبها بشي نجم يكون عنده فعل. مركز خطابا فيه نوع من الانفتاح ونوع من التسامح ونوع من القابلية لفهم الأطراف المختلفة دون إدانة ودون تكفير. تونس تسعى منذ ظهور الجماعة الإرهابية على أراضيها إلى محاربة التطرف الذي انتشر بين الشباب وبات يمثل تحديا كبيرا للبلاد التي شهدت سابقا هجمات دامية لا تزال تعاني من أضرارها حتى اليوم. تجديد الخطاب الديني وإن كان يمثل أبرز الآليات في مواجهة ظاهرة التطرف إلا أنه خطوة غير كافية، فالبلاد بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تتضافر فيها الجهود الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتصدي لهذه الآفة. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. حفلات موسيقية روسية في دار الأوبرا في العاصمة السورية دمشق للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وأفضل العازفين الروس قدموا مقطوعات عالمية ضمن مشروع الموسيقى من أجل السلام. هذا تقرير لمحمد الخضر. أمسيات موسيقية روسية في دار الأوبرا بدمشق بعد غياب طال ل6 سنوات. الموسيقى من أجل السلام عنوان عريض للمشروع الذي حط رحاله في سوريا. مقطوعات موسيقية لتشايكوفسكي وراخمانينوف وبروخ أداها أفضل العازفين الروس، رمزية كبيرة في المضمون والتوقيت. بعد انتصار على إرهاب في وطن وتحسن كل وطن في سوريا، وجبنا نعود فارغ وابتسام للسوريين هذا الشعب شقيق لنا، فجبنا معنا من روسيا 3 موسيقار ضمن مشروع موسيقى من أجل السلام. موسيقى في مواجهة الحروب والدمار، فضاءات لا متناهية تحلق فيها مقطوعات مختارة وتلامس الأمل بغد أفضل. موسيقى يعزفها الموسيقيون الروس في مناطق أصابتها الحروب والكوارث، محاولة هدفها زرع السلام عبر عالم الموسيقى. أؤمن بقوة بأن الموسيقى مثل الفنون الأخرى مهمة لحياتنا كالهواء والماء، نحتاج إليها في حياتنا وتقدمنا واستمرارنا. سافرت إلى دول عديدة بينها فلسطين والأردن ونيجيريا، وأنا سعيدة جدا لأنني للمرة الأولى في سوريا، وكنا سعداء بالعزف في هذه القاعة الضخمة. تفاعل واضح بين الجمهور والمقطوعات الموسيقية، متذوقو الموسيقى وجدوها فرصة للاستماع لأمهر الموسيقيين الروس بعد غياب طويل للفرق العالمية عن دمشق. قد ما علي صوت الحروب والمدافع بتضل الموسيقى إلى وجود، إلى حيز وجود. هلأ بقل بالحروب بيضعف بيقوى غير حروب، بس بيضل موجود. نحكونا باللغة اللي كل العالم يفهمها هي لغة الموسيقى، إنه قد ما كان صوت الحرب عالي، قد ما كان صوت مدافع قوية، هي اللغة هي اللي بيفهمها العالي، وهي حتعلى عن صوت مدافع. الموسيقيون الروس شاركوا في ورشات عمل مع طلبة المعهد العالي للموسيقى، ورشات تزيد مقدرات الطلبة الذين عانوا نتيجة مغادرة عدد كبير من الأكاديميين السوريين للبلاد بسبب الحرب. رسالة محبة وسلام روسية للسوريين لغتها الموسيقى، موسيقى تنعش الأمل بانتهاء الحرب وتواكب إعلان البلدين الانتصار على الإرهاب. محمد الخضر من دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، الميادين. أقيم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد معرض خاص بأبحاث الطائرات المواجهة إلكترونيا على أيدي مهندسين شباب. المعرض يهدف إلى اكتشاف العقول الشابة والطاقات القادرة على إنتاج هندسة حديثة في هذا المجال. هذا تقرير لبكر يونس. بعد أيام من العمل المتواصل لتطبيق التكنولوجيا الخاصة بالطيران الموجه إلكترونيا، ينجح هؤلاء الطلبة في تحقيق التطوير اللازم في زرع تكنولوجيا خاصة بهم تمكن هذه الطائرات من التحليق عاليا في سماء إسلام أباد.
أنا من القسم التقني ومن قسم الهندسة الميكاإلكترونية، وهنا نحن نلتقي بالخبراء ونستفيد من توجيهاتهم، كما أننا نطبق ما درسناه عمليا. إننا هنا ليس فقط للمشاهدة بل للتعلم ومعرفة الإبداعات الجديدة في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا وإلى الجيل القادم. إبراهيم ذو الأعوام 10، أصغر المشاركين، عمله أيضا شكل نجاحا مميزا رغم إعاقته وفقده السمع والنطق، إلا أن إصراره على البحث والدراسة لمدة عامين متواصلين مكنه من المشاركة في المعرض، وقد نجح في الحصول على دعم ليواصل دراسته في هذا المجال، يقول والده. إن إبراهيم ولد حاد الذكاء وجيد في دراسته ومهتم بشكل كبير بهذا المجال، والطائرة التي قدمها بإمكانها التحليق من أي مكان من دون مطار، وبإمكانها القيام بنحو 30 حركة من بين تلك المتعارف عليها عالميا. فريق من خبراء هندسة الطيران الموجه إلكترونيا عملوا على فحص الطائرات والتأكد من عدم وجود أجهزة مستوردة، ولا سيما أن مثل هذه التكنولوجيا الميكانيكية تحظر الدول تصديرها مع انتشار تكنولوجيا الطائرات من دون طيار، والتي باتت تصنف كسلاح لدى العديد من الجيوش. تكنولوجيا الطيران الإلكتروني أمر يعد من أكثر التكنولوجيات الميكانيكية تعقيدا، ولأهميتها القصوى يأتي هذا المعرض تشجيعا للعقول الشابة ودعما للإبداع الشخصي. بكير يونس، إسلام أباد، الميادين. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين: الفلسطينيون يواصلون تصديهم للاحتلال في القدس والضفة والقطاع، وسرايا القدس تعلن استشهاد 2 من عناصرها شمال غزة. سلطات الاحتلال تنقل مروان البرغوثي إلى العزل الانفرادي بعد دعوته إلى المقاومة والتمسك بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين. معارضة السورية تتراجع عن شروطها المسبقة بشأن محادثات جنيف وتبدي استعدادها لحوار مباشر مع وفد الحكومة. روسيا تعلق عمل سفارتها في صنعاء وطاقم دبلوماسيها يغادر اليمن. لأجل السلام، فرقة موسيقية روسية في دار الأوبرا بدمشق للمرة الأولى منذ أعوام. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.